طيب بالنسبة للتانية احنا قلنا نفس المقادير، هعيد المقادير تاني. بيضتين 80 جرام ل 90 جرام على حسب، هتشوفي لو محتاجة تاني دقيق هتزودي. بيكنج باودر وزبادي سادة. يلا هنحط هنا، دي هنعملها بالجمبري، هنحط يلا بسم الله زيت. جمبري يا دوب هنديله تشويحة، ممكن تعمليه على طول وهو ني، بس انا بحب لسه زيت ما سخنش، انا بحب بس برضو الطعم بتاعه يبقى حد شوية، علشان كده بحب ان انا احطه الاول على النار. انا كده جمبري بالنسبه لي زي الفل، عايزه بس يبقى طعمه حد شويه. نقفل البوتاجاز ونجيب البوله الثانيه، هنبتدي نفس اللي احنا عملناه في الاول هنعمله دلوقتي حالا، هي نفس المقادير هي هي مع الاختلاف. يلا بسم الله، حط بيضتين نضربهم الأول. هنحط بسم الله الزبادي. يعني دي كمان كعشاء لو عملتيها على عشاء خفيفة جدا، تاخدش وقت وحلوة. هنحط الدقيق بسم الله وبيكنج باودر. لما تحط الدقيق هنا بقى اللي يحتاج منك شغل اكتر، ان لازم تشتغلي فيه بسرعة علشان ما يبقاش فيه اللي هي الكورة بتاعت الدقيق. يلا هنحط بسم الله الجمبري. وشوية بقدونس. زي ما قلت لو لقيتيها، بص دلوقتي انا العجينه بالنسبه لي خفيفه فكده هتحتاج دقيق اكتر. نجيب بس نجيب معلقه، انا هنزود دقيق على قد، نحط كده ونقلب. كده اهو كده تقلت معايا، عشان كده انا قلت مش شرط انها تحتاج 80 جرام، ممكن تحتاج من 80 90 جرام، يعني خلي الدقيق جنبك، انا بس عايزه محتاجه المضرب. ايوه انا كده اوكي تمام قوي بالنسبه لي. يلا ونجيب دي بسم الله نفس اللي عملناه هناك هنعمله، وهنملى القالب بتاع السيليكون. وصفه سهله جدا سريعه جدا ما بتاخدش وقت لا في التحضير، وبرضه التكاليف بتاعتها مش كتير، ما بتاخدش وقت في التحضير وما بتاخدش وقت حتى في السوا بتاعتها. ممكن مش شرط تعمليها بالجمبري، ممكن تعمليها بالتونه لو عايزه، ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها، جربتهاش صراحه اللحمه مفرومه بس جربتها بالفراخ، جربتها بالتونه طلعت لذيذه جدا. فممكن تعمليها، ولو عايز تعمليها حتى باللحمه مفرومه ممكن تعصجيها الاول. نعملها كده بس، ايوه نحط دي جنبها وهدخلهم الفرن. تحفه يعني في وقتها بالظبط. نطلع الصينيه. ايوه
هحطها هنا خليها تبرد شوية. هنجيب احنا هنا حاطين قلت كريمة وعليها شوية جبنة. نقرب دي. بسم الله.